للحد من انتشار فيروس كورونا. غادة جاء أخذت مجموعة من التدابير الوقائية حرصا على سلامة المواطنين وخدمة زبنائها. كتواصل الوكالة مجهوداتها في تعقيم جميع مرافقها بصفة دورية. ويسعدنا زبنائنا الكرام تلقي مراسلاتكم طلباتكم واستفساراتكم عبر البريد الإلكتروني التالي لعموم الزبناء للمنعشين العقاريين وكبار الزبناء أو عبر الرقم التالي. فنحن في الاستماع إليكم 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع عبر مركز العلاقة بالزبناء. ومن بين التدابير الأخرى كتخول لكم غداج أداء الفواتير عن بعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني التالي أو الوكالة الرقمية التالية أو عن طريق التطبيقات البنكية بشراكة مع تجاري وفا بنك بنك بوبولار بيبسيو بنك سوسيتي جينيرال إكريدي أغريكول أو عن طريق شبابيك الأوتوماتيكية البنكية. ومن أجل سلامتك غداج كتمنى تحافظوا على مسافة الأمان اللي كتفصلكم عن القابض في حالة توجهكم لمقر الوكالة. غداج سعداء بخدمتكم.